مكملين اخبارنا، ولكن خبر من العاب القوى واتحاد العاب القوى برئاسه الدكتور سيف شاهين، اللي خد قرار بتاجيل المعسكرات المغلقه خلال التوقيت الحالي. هيكتفوا بالتدريبات اليوميه اللي هتكون ان شاء الله في استاد القاهره او المركز الاولمبي في المعادي، والقرار جه في اطار الحرص على سلامه وصحه اللاعبين، خصوصا ان الاتحاد الدولي كان خد بعض القرارات الهامه بتاجيل البطولات اللي هتاهل اولمبياد طوكيو، وده بعد شهر ديسمبر المقبل. فده معناه ان المنتخب مش هيكون عنده اي ارتباطات في الوقت الحالي، والاتحاد كان عمل زي ما حضراتكم متابعين معانا في ملاعب الابطال مسحه للاعبي المنتخب عشان يتاكدوا من سلامتهم، خوفا طبعا من ان هم يكون اي لاعب عنده اصابه لا قدر الله بفيروس كورونا وياثر على باقي اللاعبين. هيكون معانا تقرير عن فريق العاب القوى، خلونا نشوف هذا التقرير ونكمل اخبارنا. الفترة اللي فاتت دي كانت طبعا فترة صعبة علينا كلنا، احنا كنا موجودين في جنوب افريقيا في معسكر، بدأنا شهر واحد رجعنا شهر ثلاثة لما الطيران قفل. كنا بنتمرن تقريبا 50% من حجم التمرين المفروض يتم، وطبعا على مدار الثلاث اشهر دولت كان طبعا اخبار سلبية كلها جات لنا، ان الاولمبياد طبعا اتأجلت ده اول حاجة، تاني حاجة ان التأهيل نظام التأهيل يعني قفل في الفترة دي، وكان هيفتح تاني شهر 12 اللي هو اللي جاي ده، فطبعا ده غير كل الخطط اللي احنا كنا شغالين عليها. يعني كنا اتمرن تقريبا حوالي 50% من حجم التمرين، الى ان مستنين العودة ان احنا نقدر نتمرن بقوة خلال البرنامج اللي المدرب حطه، ان شاء الله نبدأ يوم 1/8. هو في الاول يعني حاولنا نظبط التمرين في المركز الاولمبي في اول الازمة خالص، بس بعد كده طبعا لما الدنيا تشددوا كده يعني كنا عدد قليل في المركز الاولمبي، بعد كده الموضوع ده اتلغى تماما ورجعنا كل واحد رجع بيته كده، ابتديت اكلم الكوتش واخد منه يعني حاجات اللي هو بس بحافظ بيها على الفيتنس بتاعي في البيت وكده. بعد كده لما الدنيا ابتدت تفتح تاني تدريجي بقينا نشوف يعني زي اماكن واسعه في الشارع اي حاجه، بنحاول بس نحافظ يعني على الفيتنس لحد ما الدنيا ترجع تاني. بس تمرين فعلي اللي هو التمرين بتاعنا اللي المفروض بنعمله كده يعني ما قدرناش نعمل كده خالص الفتره اللي فاتت. الحقيقه هو كان بيحاول ان احنا ننزل نتمرن في الشارع، يعني طبعا عشان ما ينفعش استنى 3 شهور قاعده في البيت، طبعا اللياقه هتقل تماما. كنت بحاول اللي هو 3 ايام مثلا في الاسبوع انزل اتمرن، ممكن اشتغل مطالع على كوبري، ممكن اجري طويل، لان برضو لعبتي ما ينفعش ان انا افضل في البيت، لان انا صاحبة رقم مصر في 400 متر ومفروض ان انا في خطة الاعداد الاولمبي ورقمي قريب في التأهيل، فكان صعب ان انا افضل في البيت، لازم انزل اتمرن، لازم انزل اجري، كنت بعمل فيتنس في البيت، الكلام ده كله كان لازم يحصل يعني عشان الازمة اللي احنا كنا فيها دي. زي ما حضراتكم تابعتم في هذا التقرير اراء لاعبي ولاعبات منتخب مصر في العاب القوى، طبعا زي ما حضراتكم شفتوا ان هم خضعوا لتحليل مسحه كورونا عشان ينخرطوا في التدريبات استعدادا ان شاء الله ان هم يعودوا للنشاط من جديد.